أهلا بكم. لماذا يراد إعادة النازحين في العراق لمناطقهم رغم عدم توفر ظروف السلامة والأمن؟ وإلى أي مدى يحمل إغلاق المخيمات في هذه المرحلة أهدافاً سياسية؟ ولماذا بعد مرور أكثر من 6 سنوات على استمرار أزمة النزوح ومعاناة النازحين يثار ملف إغلاق المخيمات الآن؟ هذه المحاور مشاهدينا الكرام نناقشها في حلقة اليوم من تحت الضوء بعنوان: هل يراد توظيف ملف النازحين سياسياً؟ نشاهد بداية هذا التقرير. باتجاه مدن مدمرة ومنازل ملغمة وأحياء هدمت بناها التحتية بآلة حرب، كانت سياسة الأرض المحروقة عنوانا لها تعيد حكومة الكاظمي قسرا مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم. ومع أن الأوضاع مأساوية داخل المخيمات، إلا أن كثيرا من النازحين يصرون على التمسك بالبقاء في خيامهم المهترئة بدلا من مواجهة مصير مجهول محفوف بالمخاطر مع غياب الدعم الحكومي ومع الاستهداف الممنهج. أنا أحس هذا بيتي، لأن ما عندي ملجأ، ما عندي بيت، ما عندي راتب، ما عندي حد عايشنا، فهذا أصبح هو ملاذي المخيم. لأن ما راح أطلع راح أتدمر وأتبادل، وتعرفون الدنيا الشتة كل شيء ما عندي، وأنا ساح أطلع بطرق عباتي بس. لم تحمي صرخات هذه السيدة كغيرها من النازحين من سياسة التهجير الجديدة بعد إعلان حكومة الكاظمي التزامها بعودة نحو 1.5 مليون نازح إلى مناطقهم وإغلاق مخيماتهم كافة نهاية العام الحالي، أي قبيل إجراء انتخابات مقررة في شهر حزيران المقبل، في عمل غير مسؤول لإنهاء ملف مثقل بالفساد والانتهاكات الحقوقية. ومع جملة الاتهامات التي وجهتها منظمات دولية بشأن خطورة هذا الملف، إلا أن الحكومة مصرة على مواصلة إغلاق المخيمات وعده نصرا. المجلس النرويجي للاجئين اتهم حكومة الكاظمي بإجبار النازحين على العودة القسرية من دون توفير أدنى مستلزمات الحياة في مدنهم المدمرة والمحاطة بحقل من المخاطر، أبرزها انتشار الميليشيات والمخلفات الحربية القابلة للانفجار ومشكلات عشائرية. مخاوف تتطابق مع قلق منظمة العفو الدولية التي أكدت أن آلاف النازحين العراقيين المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش أصبحوا اليوم عرضة لمزيد من المخاطر، مع منع حكومي متعمد لآلاف من النازحين من الحصول على الوثائق الرسمية التي تعد ضرورية للتوظيف والتعليم ولتلقي الخدمات وحرية التنقل. أما من هجر من المخيمات فقد كان التشرد مصيرا لكثير منهم بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، الذي أكد أن آلافا من الأطفال اليتامى والأرامل باتوا مشردين في العراء في مناطق جنوبي الموصل بعد طردهم قسرا من المخيمات، وبعدما منعهم المختارون والحشد العشائري من دخول المدن. وبعد التهجير الحكومي القسري يتساءل النازحون عن مصيرهم المقبل، ولا إجابة تحمد تكهناتهم تلوح في الأفق. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ شاهو القرداغي الباحث السياسي ضيفي في الأستوديو، مرحبا بك أستاذ. مرحبا شاهو. مرحبا، تحياتي. وأرحب بالدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم معنا عبر سكايب من عمان. دكتور أيمن العاني مرحبا بك. حياك الله الكريم وتحية لضيفك والمشاهد. حياكم الله دكتور. أيضا ستنضم إلينا لاحقا الأستاذة إيناس زايد الباحثة والمتخصصة في القانون عبر الهاتف من عمان. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، إجبار النازحين على العودة في العراق الآن في ظل عدم توفر ظروف السلامة وظروف الأمن، ما دلالات التوقيت من وجهة نظرك؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. حقيقة في هذا التوقيت وخاصة التعامل مع هذا الملف الحساس، ملف النازحين، بهذه الطريقة يدل على
أنه ليس هناك أي استراتيجية للتعامل بشكل جدي ولمعالجة هذا الملف بشكل جذري، بل هذه المحاولة وخاصة محاولة إنهاء هذا الملف بشكل سريع وخلال نهاية هذا العام، يعني قبل أن ندخل العام الجديد يراد أن ينتهي هذا الملف، يراد له أن يحسب كإنجاز لهذه الحكومة المؤقتة التي إلى الآن لم تحقق أي من إنجازاتها أو أي من وعودها التي تعهدت بها منذ اليوم الأول، وهي تعهدت ب محاسبة المجرمين، ملاحقة القتلة، إعادة الحق إلى أصحابها، مكافحة الفساد، وإلى تهيئة ظروف مناسبة للانتخابات. الوعود التي أطلقتها الحكومة، الوعود الكبيرة، إلى الآن لم يتحقق، وبالتالي هذا الملف أو إغلاق هذا الملف هي رسالة، محاولة رسالة للداخلية وخارجية بأن الحكومة نجحت في إنهاء ملف النازحين. ولكن صحيح أن الحكومة قد تستطيع أن تقوم بإغلاق المخيمات بالقوة وإعادة النازحين إلى مناطقهم، ولكن هذا يشكل مشاكل كبيرة ومشاكل عميقة أيضا، ويؤدي إلى أزمات أخرى، لأن موضوع النازحين نحن منذ 6 سنوات، منذ 2014 لدينا أكثر من 5.5 ملايين عراقي نزحوا من مناطقهم، الكثير منهم لجوا إلى خارج العراق، الأعداد الأخرى إلى مناطق أخرى داخل العراق. إلى الآن لم يتم توفير البيئة الآمنة والخدمات والاستقرار في مناطقهم الأصلية، وبالتالي الحكومة تريد فقط أن تستخدم هذا الملف أو تستخدم إنهاء هذا الملف لتسجيل إنجاز لها دون أن تراعي مصالح هؤلاء المواطنين. يعني نحن لدينا تقارير أممية أيضا تتحدث عن آلاف المواطنين سوف يتعرضون إلى خطر جدي بسبب هذه الإجراءات الحكومية، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات، وتعرف أن هذا الملف دائما النازحين وكيف سيشاركون في الانتخابات والنازحين لا يشاركون، يريد إنهاء هذا الملف تماما، وبأن لم يعد لدى العراق أي مخيمات نازحين وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. تقصد أن هذا الأمر يحمل أيضا أهدافا سياسية لها علاقة بالانتخابات المقبلة؟ بلا شك تماما، وكما أنه يريد أن يحقق إنجاز للحكومة الحالية، أيضا يريد أن يقول أن كامل المواطنين العراقيين بإمكانهم المشاركة في الانتخابات القادمة، وبأن الأجواء النزيهة والحيادية تحققت في العراق وحققناها عن طريق إعادتهم، ولكن إعادتهم بهذه الطريقة بهذا النوع بالإجبار لا يتوافق أبدا مع المعايير الأممية وأيضا مع مصالح العراقيين الذين يريدون حياة مستقرة آمنة، لأن البيئة للأسف بيئة المناطق المحررة إلى الآن ليست بيئة آمنة. نحن دائما يوميا نسمع باختراقات أمنية، يوميا نسمع بمشاكل أمنية. الأطراف التي سيطرت على المناطق المحررة بعد داعش ترتكب أفعال لا تفرق كثيرا عن الأفعال التي كانت ترتكبها داعش في هذه المناطق، وبالتالي تركت هذه المجاميع المسلحة والفصائل والميليشيات الولائية في هذه المناطق، تدل على أن الخطر ما زال موجود. يعني الخطر سواء كان داعش أو سواء كان ميليشيات أخرى، الخطر واحد بالنسبة للمواطن العادي الذي يريد الأمان والاستقرار، وبالتالي عدم التعامل مع أصل المشكلة لا يعني معالجة هذه الأزمة. وحكومة الكاظمي لم تذهب إلى معالجة المشكلة الرئيسية التي أدت للنزوح، وإنما أرادت أن يحسب لها إنجاز وتعاملت مع تداعيات المشكلة وليس مع المشكلة الرئيسية، وبالتالي هذه الخطوة صحيح أن إعلاميا قد يمكن الترويج لها والتسويق لها كأنها إنجاز، ولكننا نتوقع أنها تؤدي إلى مشاكل أخرى مستقبلا. نعم. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، مرحبا بك مرة أخرى. التعامل مع ملف النازحين بهذه السرعة، يراد إغلاق هذا الملف قبل نهاية العام، لماذا مع أن ليس هناك ظروف قد تم تهيئتها لعودة هؤلاء النازحين؟ هناك ظروف أمنية، هناك ظروف مدنهم المدمرة المحطمة، هل فعلا تريد حكومة الكاظمي احتساب إغلاق ملف النازحين إنجازا لها رغم كل هذه الأمور، وبغض النظر أو حتى إن تحدثنا عن الأموال التي صرفت، الأموال والمساعدات الدولية للنازحين، رغم كل هذا الأمر أين هو الإنجاز الذي تريد حكومة الكاظمي تحقيقه
المراهنة على حياة هؤلاء البشر؟ أخي الكريم، هذه الحقيقة الحكومة في العراق والحكومة الحالية هي معنية بتحقيق الجهاز كما تحدث ضيفكم الكريم، لكن نناظر من الناحية الحقوقية. هذا طبعا انتهاك قانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي أيضا بنفس الوقت، وهذه يعني هذه حكومات الاحتلال المتعاقبة وهذه الثامنة منها يعني عودت المجتمع الدولي وعودت العراقيين على خرق القوانين الدولية وعدم الالتزام بالمواثيق والعهود التي تقطعها على نفسها. لكن هذا الأمر حقيقة بالنسبة إلى النازحين هو موضوع إنساني بحت، ينبغي أن يكون بعيدا كل البعد على عن الحسابات السياسية والمكاسب الشخصية أو الفئوية أو الحزبية. لكن مع الأسف الشديد في العراق هنالك حكومة، لا توجد دولة، لا توجد دولة بالمعنى الذي يقتضي وجود دولة قانونية باعتبارات كثيرة. لكن يعني حتى هذه الخطوة، خطوة إغلاق العشرات المخيمات والمضي في هذا الإغلاق، جولة بسيطة في المخيمات قبل الإغلاق تلاحظ بل تشخص حالة الإهمال المتعمد من قبل الجهات القائمة على هذه المخيمات، وبالتالي حالة الإذلال التي يعيشها النازحون، ومع ذلك هم يتحملون وصابرون ولم يعني الأمر يريدون أن كما يقال أن يقضوا يومهم بأقل الخسائر، لكن ذلك استكثرت الحكومة هذا الأمر على النازحين وتريد تحقيق هذه المكاسب، وتريد إثارة أيضا يعني حقيقة تستهدف السلم الأهلي ولا سيما في المحافظات المنكوبة التي جرى تدميرها. وإلا أنت بماذا تفسر يعني نسبة إعادة الإعمار في المدن المنكوبة والمحافظات المنكوبة؟ لا تتجاوز في أحسن حالاتها وفي كل حالاتها لا تتجاوز 30%. يعني هذا الأمر، أين البنى التحتية؟ أين المدارس؟ أين الشوارع؟ أين السكن؟ أين الخدمات؟ أين الكهرباء؟ أين الماء؟ هنالك اليوم في العراق أكثر من 6 مليون عراقي لا يصله الماء الصالح للشرب. هل هذا يصدق أنه في العراق البلد الغني صاحب الثروات البشرية والطبيعية والنفط والغاز كل هذه؟ لكن مع الأسف الشديد يعني تحكمت به حكومات الاحتلال المتعاقبة فأصبحت مقدراته منهوبة وثرواته مسلوبة ومستباحة، الذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط. وهذه فئة النازحين هي الفئة الأضعف. الحكومة اليوم تريد أن تحقق إنجازا على حساب الفئة الأضعف في المجتمع، وهذا أيضا يعني هذا من سلسلة الفشل الإداري الذي يعني حقيقة بعد 2003 هو سمة العراق ووصمة جبين حكومات الاحتلال المتعاقب. تبقى معي دكتور أيمن العاني، سأعود إليك مرة أخرى. ساشاهو، ما هي التدابير من المفترض أن تقوم بها الحكومة الواجب اتخاذها من قبلها من أجل التهيئة لإعادة النازحين إلى مناطقهم على غير ما تم وعلى غير ما تسعى إليه الآن من إغلاق هذه المخيمات؟ طبعا من المؤسف أن ملف النازحين هو من أكثر الملفات فسادا في العراق، لأن المليارات المساعدات الدولية ذهبت إلى جيوب بعض السياسيين بمختلف تنوعاتهم وطوائفهم المشاركين في العملية السياسية، استغلوا هذا الملف لتحصيل الأكبر
من المساعدات الدولية والامتيازات وحتى المساعدات المادية أو الأغذية التي كانت تأتي كانوا يبيعونها في الأسواق ويأخذون أموالها، يعني استغلوا هذا الملف بشكل كبير ولم يستخدموا الأموال التي من الواجب استخدامها لتوفير الحياة وإعادة الحياة الآمنة للنازحين، لم يتم بأي شكل من الأشكال. على الحكومة القيام بعدة إجراءات ضرورية قبل التفكير أصلا في إعادة النازحين بشكل باستخدام القوة وإعادتهم فرضا. أصلا لو قامت بهذه الإجراءات النازح هو بنفسه تدريجيا يعود إلى مناطقه ويترك المخيمات. ماذا يفعل المخيمات في المخيمات؟ ليس هناك أي حياة في المخيمات، وخاصة نحن ندخل فصل الشتاء. ولكن ماذا يدفع المواطن للبقاء في الخيم ويمتنع عن عودة إلى مناطقه الأصلية؟ هنا نتحدث عن الإجراءات التي كان من الواجب أو من الواجب على الحكومة أن تتخذها قبل أن تفكر في إعادة النازحين. أولا موضوع إعادة الإعمار، إعادة الإعمار في كافة المناطق المدمرة، يجب إعادة إعمار هذه المناطق وإعادة البنية التحتية وإعادة توفير الخدمات والماء الصالح للشرب والكهرباء لهذه الأماكن. ثانيا الجانب الأمني وهو الجانب الأهم والجانب الأخطر. المواطن وفي الفترة الأخيرة بعض العوائل من خيام النازحين في إقليم كردستان عادوا إلى مناطقهم، وعندما شاهدوا الوضع المزري في مناطقهم وغياب الاستقرار وغياب الأمن عادوا مرة أخرى إلى الخيام. هذا فشل حكومي، هذا فشل حكومي يؤدي يدل على أن الحكومة لم تهتم بشكل جاد في معالجة الملف الأمني. أولا موضوع الخدمات وإعادة البنى التحتية، ثانيا الموضوع الأمني، وخاصة أن هناك الآن يتم اعتقال أي شخص بشبهة الأسماء، تشابه أسماء مع جماعات إرهابية أو أي اتهامات أخرى دون أن يكون هناك آلية معينة لفرز الأشخاص الذين كانوا ينضمون إلى الجماعات الإرهابية ومحاسبتهم عن الأبرياء. يعني نحن لدينا عدد كبير من الأبرياء يتم اعتقالهم بتهم مختلفة ويتم سجنهم ولا أحد يسأل عنهم أو يتجرأ على السؤال عنهم، وبالتالي يجب معالجة هذا الملف. الملف الآخر هو إعادة تأهيل العوائل التي تضررت، تقديم المساعدات الكافية لهم ماديا ومعنويا لهذه العوائل. يعني عوائل ظلت في هذه المخيمات سنوات عدة بلا شك أنها تأثرت بهذا الظرف التي هي فيها. هل تم محاولة إعادة تأهيلهم، تدريبهم من جديد للدخول إلى المجتمع من جديد، أو لم يحصل هذا الشيء؟ طبعا لم يحصل هذا الشيء أيضا. في حال قامت الحكومة باتخاذ هذه الأمور، إعادة البنى التحتية، توفير البيئة الأمنية اللازمة، وإقناع المواطنين بأن العودة إلى مناطقهم هي الأنسب، وأيضا عندما يعود الاستقرار ويعود الأمن فرص العمل تكون متواجدة في هذه المناطق. ولكن إذا لم يكن هناك فرص عمل ولم يكن هناك أي أفق للعيش، لماذا يعود أصلا المواطن إلى هذه المناطق المدمرة؟ يعني صحيح أنها مناطقه الأصلية ولكنه لا يترك الخيام. الخيمة تكون أرحم للمواطن من العودة إلى هذه المناطق التي دمرت والتي يسيطر عليها جماعات خارج الدولة، يعني جماعات لا دولة تسيطر على هذه المناطق. وبالتالي هذه الإجراءات التي ذكرتها يجب على الحكومة أن تعالج هذه المشاكل بشكل جذري. بعدها أنا أجزم أن المواطن يعود من تلقاء نفسه إلى هذه المناطق ويترك خيام النازحين. ولكن الآن نرى أن النزوح يكون عكسيا، يعني أنت ترغم المواطن على العودة إلى مناطقه، لن يستقر، لن يهدأ، أو يتعرض للقتل أو الابتزاز أو أي نوع من المساومات الأخرى في هذه المناطق، وبالتالي يعود إلى الخيم. الحكومة للأسف لم تتخذ هذه الإجراءات، إلى الآن لم تتخذ هذه الإجراءات الضرورية، وإلى الآن في الكثير من المناطق والجميع يعلم هذا الشيء للأسف، الملف الأمني خارج سيطرة الحكومة. هذا الأمر خطير جدا، هذا الأمر يؤدي يعني يعطي إشارة واضحة بأن الحكومة عاجزة عن التعامل مع هذا الملف. في هذه النقطة إذا كان الملف الأمني خارج سيطرة الحكومة دكتور أيمن، يعني بعد أكثر من 6 سنوات على استمرار معاناة النازحين على هذا النحو، الآن يأتي الحديث عن إغلاق المخيمات قبل نهاية هذا العام، أثمة أهداف سياسية ربما تتوقعها؟ ما هي المكاسب السياسية التي ستحصل عليها حكومة الكاظمي أمام العالم
والمجتمع الدولي كله يرى بأم عينه أن النازحين لم تهيئ لهم ظروف العودة، والعالم كله في ظل يعني اجتياح جائحة كورونا، في ظل البرد القارس، في ظل كل هذه الظروف الأمنية الخطيرة والتهديد المتواصل للنازحين بتهمة انتمائهم لداعش. كل هذه الظروف هي خارج سيطرة الحكومة أم أنها تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية من خلالها؟ أخي كريم، ملف النازحين هو دليل حي على فشل وفساد حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ أكثر من 7 سنوات. هو ملف يؤرق المجتمع الدولي، هو ملف يحرج المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي يقر بأنه الحكومات التي تعاقبت على هذه السنوات هي حكومات فاشلة وفاسدة. حتى قالت المبعوثة الأممية أنه كيف يصدق أنه مع كل هذه المليارات من الدعم ولا تزال المدن المنصوبة بهذه الحال، ولا يزال النازحون في أوضاع إنسانية متفاقمة. فلذلك الحكومة اليوم تريد أن تتخلص من هذا الملف دون أي اتخاذ أي إجراءات. وأنا يعني أقول أنه الحكومة لن تأخذ إجراءات حقيقية جدية تؤدي إلى حل هذا الملف، وإلا يعني سنوات طويلة مرت على استعادة المدن من تنظيم داعش، ولا تزال الطرقات مغلقة بسبب أكوام الأنقاض والقصف الجوي، ولا تزال الجثث تحت تلك الأنقاض إلى يومنا هذا. والحكومة تريد أن تقفز على هذه الحقيقة مثل ما يقول وتنهزم إلى الأمام في سبيل أنه تتخلص من هذا الملف بأقل التبعات. ولكن مع الأسف الشديد المجتمع الدولي يساندها ويقدم لها ويسوق لها دوليا في سبيل أنه تتخذ هذا الإجراء. مع الأسف الشديد مع كل التحذيرات والمناشدات، يعني اليوم النازحون في يعني قسمان، قسم لا يستطيع العودة وقسم لا يريد العودة، يعني إذن هي عودة قسرية أصبحت وليست طوعية. العودة القسرية لا يمكن لأي حكومة أن تفرض عودة قسرية على النازحين ما لم توفر سبل كاملة للعيش ومكان للعيش وأبسط مقومات الحياة الكريمة يجب أن تتوفر من قبل الحكومة حتى يتم إنهاء هذا الملف. ولكن بالمقابل ماذا لدينا؟ لدينا اليوم مئات الآلاف من النازحين يعيشون في ظروف متفاقمة متدهورة مستمرة في الانحدار بشكل مرعب طبعا، والإهمال متعمد. أنا أصر على هذا الموضوع وممنهج، ويراد منه إذلال السكان المخيمات. وطبعا هذا الأمر لا يبتعد عن الطائفية السياسية التي أو الطائفية الحزبية التي اتسمت بها حكومات الاحتلال المتعاقبة على العراق بعد 2003، بل هي تمعن بجعل الناس تضيق على الناس. هنالك مناطق بالمقابل لا تسمح لأصحابها بالعودة إليها. لدينا عشرات المدن والبلدات والقرى اليوم الحكومة تمنع رسميا تمنع أهلها من العودة إليها. كيف يتفق هذا الأمر؟ كيف يستقيم الموضوع مع مسألة إغلاق ملف النازحين وبالمقابل هنالك مدن كثيرة وبلدات وقرى تمنع الحكومة عودة أهلها إليها؟ لأن هذا الأمر
سياسة الازدواجية والكيل بمكيالين وال يعني المقياس الازدواجي في اتخاذ الأمور، ولك وللمشاهدين أن يتصوروا ما هو المقصود من إغلاق النازحين في هذا الظرف بالذات وبهذه المدة الزمنية الضيقة التي في أحسن الأحوال لم تكن الحكومة لتستطيع أن تنفذ هذا الأمر، ولكن بغض النظر عن الأمور الأخرى إذا اتخذنا الملف الأمني على حدة فهذا ملف شائك. الحكومة متورطة ومتسترة على كثير من الجرائم والانتهاكات التي تحدث بحق المدنيين في العراق، وإلا ماذا ينتظر النازحين إذا عادوا؟ أنا أجاوب على هذا السؤال وأقول ينتظرهم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وبالنتيجة ينتظرهم المجهول، ينتظرهم في كل الأحوال ستكون محاكمات جائرة، محاكمات صورية شكلية لا تعبر ولا تمتلك أبسط مقومات المحاكمات العادلة، وبالنتيجة نحن أمام مسألة لتستهدف السلم الأهلي في العراق وتستهدف استمرار تمزيق اللحمة المجتمعية في بلد مع الأسف الشديد صار مضربا في الفساد ومن المراتب الأولى في عدم الشفافية وفي الإعدامات غير القانونية وفي كثير من الحقول الأخرى التي حقيقة لا يتسع أن أذكرها الآن، ولكن هذا هو الحال في العراق. وقضية ملف النازحين هي جانب تصور مأساة كبيرة اسمها العراق الديمقراطي الزائف الذي جاء به الاحتلال وفرضه بعملية سياسية يعني أقل ما يقال عنها أنها غير صالحة وغير عملية ولا تصلح حقيقة لبناء دولة، إنما وكما هو الذي حصل هي مدعاة لتأسيس العصابات والمافيات على حساب الجهد الوطني وعلى حساب توفير الخدمات وعلى حساب تطوير البلد، ولكن هذا الأمر حقيقة لا يمكن أن يذكر في مثل هذه الأحوال في ظل هذه الحكومات التي يعني تعودت على العيش في ظل الأزمات وتعلم جيدا أنها لن ترى النور إذا كان هنالك سلم أهلي واستقرار مجتمعي في العراق، لأن هذا الأمر يهدد وجوده. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا جانبا من معاناة النازحين في العراق. هجرونا غصبا يعني علينا، لكون احنا لا عدنا رواتب ولا عدنا بيوت، وهسه أنا حيرة هم راح أرجع أروح للقديم، بكت الله أهل الحلال يفزعوا لي يعني بحق إيجار شيء على مود حتى أهجر. والله قرار الدولة زين، يعني إحنا نريد راضينا، ليش ما نريد راضينا؟ بس إنه هي أنا تعرف أنت على المعيشة، الماء عنده راتب، إنه عايش البيت مهدود واقع، قاعدين من وراء بيوتنا مهددة. طبعاً امتيازات الممنوحة لوزارة الهجرة للعوائل التي عادت هي عبارة عن توزيع مساعدات غذائية لمدة سنة كاملة، وكذلك شمول بالمنحة المالية بأفضلية من العوائل التي تم تسجيلها كتشجيع. كذلك تم توجيه المنظمات الدولية عن طريق انعقاد أكثر من مجتمع، سواء كان من الحكومة المركزية المتمثلة بمعالي وزيرة الهجرة ومهجرين، وكذلك بالسيد المحافظ توجيه الدعم المنظماتي اللي في مناطق العودة. معاناتنا ما عدنا مأوى، قرانا مفلشة، السكن مالنا ما عدنا سكن نهائيا،
فالناشد الحكومة بنتوفر لنا سكن يعني لولا كرفانات تنرجع القرانة. يعني حاليا احنا راح نسكن بالخيم اللي انطتنا اياها المخيم اللي انطانا اياها راح نسكن بيهن او نسكن بهيكل او يعني هسه انا حاليا وديت اهلي على هيكل. المي منين المطر اول البارح منين ما يجي يعني يفوت المي هيكل بدون تدريج وبدون. تابعنا سويا مشاهدينا الكرام جانبا من معاناة النازحين. أستاذ شاهو كثير من النقاط طرحها الدكتور أيمن العاني ولنتناول نقطة واحدة من هذه النقاط المهمة التي ذكرها وهي ازدواجية المعايير التي تتعامل بها حكومات ما بعد الاحتلال لا سيما حكومة الكاظمي أيضا مع ملف النازحين. هناك نازحون يمنعون من العودة إلى مناطقهم في حين أن هناك مناطق أخرى يجبر نازحوها على العودة إليها رغم عدم توافر شروط الأمن والسلامة. ما تفسيرك لذلك؟ هنا نعود إلى الملف الأمني التي لم تعالج إلى الآن من قبل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية. موضوع مثلا جرف الصخر يتحدث عنه السياسي آيات علابي في مقطع موجود في مواقع التواصل الاجتماعي يقول أنها تدخلت لمعالجة هذا الملف وأخبروني أن هذا الملف في لبنان يعني لا يعالج في إيران أيضا. يعني إيران سلمت موضوع جرف الصخر إلى ميليشيات حزب الله اللبناني في لبنان. يجب أن العراقي لكي يعود إلى منطقته في جرف الصخر أن يذهب حتى يحصل على واسطة وتزكية من الأمين العام لميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله حتى يوجه كتائب حزب الله في العراق للسماح للمواطنين للعودة إلى مناطقهم. تصور يعني منطقة عراقية يكون المواطن العراقي عاجز عن العودة إليها إلا بتدخل ميليشيات خارجية تسيطر على هذه المنطقة. هذا كلام أياد علاوي يقول معالجة هذا الملف في لبنان. إذن كيف يصدق أو كيف يؤمن المواطن العراقي بأن هناك إجراءات حكومية لضمان سلامته أو أصلا يسمح له بالعودة إلى هذه المناطق؟ قبل فترة حصلت مجزرة الفرحاتية، إلى الآن هل هناك أي لجان تحقيقية وصلت إلى نتائج معلومة بخصوص الفاعلين الذين ارتكبوا هذه المجزرة؟ إلى الآن لا يوجد أي شيء رغم أن القاتل معروف والضحايا معروفين وعادوا إلى هذه المنطقة وبسبب أن هناك كما يقال أن هناك آبار نفط حقول نفط يراد السيطرة عليها في هذه المناطق يتم القضاء على أي شخص يعود إلى مناطقه ويتم استهدافه للسيطرة على موارد وثروات هذه المناطق. جرف الصخر أيضا منطقة أصبحت منطقة عسكرية لهذه الميليشيات المسلحة وبالتالي لا يستطيع حكومة لا تستطيع حكومة الكاظمي ولا أي حكومة أخرى أن ترفع شعار حقوق الإنسان وتتباهى بحقوق الإنسان وهي عاجزة عن توفير البيئة الآمنة في هذه المناطق التي تحولت إما إلى مناطق عسكرية إما إلى ممر عسكري ممر أمني لهذه الميليشيات أو أن الميليشيات ترى أنها منطقة معينة فيها ثروات تريد السيطرة عليها وبالتالي تمنع المواطنين من العودة إلى هذه المنطقة. هذه النماذج تتكرر. المواطن عندما يرى هذه النماذج ويرى أنه عاجز عن العودة إلى منطقته الأصلية لن يذهب إلى منطقة أخرى أنه هو يريد العودة إلى منطقته التي نزح منها. يعني الكثيرون الآلاف أيضا المغيبون الذين نزحوا وتم تغييبهم قسرين وإلى الآن لا أحد. هذه نقطة مهمة جدا أستاذ شاهو. اسمح لي فقط أن أرحب بالأستاذة إيناس زايد تنضم معنا عبر الهاتف من عمان الباحثة والناشطة في حقوق الإنسان. أستاذة إيناس زايد مرحبا بك. مرحبا بك دكتور سمير وتحياتي لضيوفك الكرام وأيضا للمشاهدين الأعزاء. أهلا بك أستاذة إيناس. يعني كيف ينظر القانون الدولي والإنساني إلى استخدام ملف النازحين على هذا النحو؟ يراد تسريع إغلاق ملف النازحين في العراق مع عدم توافر الظروف الأمنية وظروف السلامة لهم، يراد التسريع بإغلاق هذا الملف قبل نهاية العام، فكيف ينظر القانون الدولي والإنساني إلى هذا الملف في العراق؟ يعني أولا ملف النازحين في العراق هو ملف إنساني بحت ولا يجب أن ينظر له إلا بظرف إنساني لابد من إنهائه قبل 3 سنوات فعليا وقبل يعني انتهاء او يعني بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة فورا ودون التأخر في هذا الملف، لأن القانون الدولي قد جاء واضحا بأن أزمة اللجوء او النزوح داخل البلد هي أزمة طارئة
وتعامل معها القانون الدولي من خلال حتى اللجان والآليات المتفرعة عن الأمم المتحدة على أنها أزمة طارئة، وأن أي يعني معونات أو مساعدات تقدم إلى هؤلاء الأشخاص هي بصفة مؤقتة وليس بصفة دائمة، ويجدر على الدولة أو السلطة الموجودة على الأرض أن تقوم بحل هذه الأزمة على الفور بكافة الإمكانيات. اليوم في العراق نجد أن هناك تراخي منذ 3 أعوام ولغاية اليوم، ويعني لا يوجد حتى أي بوادر لحل هذا الملف على الأمد البعيد، لأن هناك أشخاص على ما يبدو مستفيدين من هذه الأزمة. ملف النازحين بشكل أساسي تعثر في أكثر من مرة بسبب وجود تقاعس في إعادة الإعمار، ملف إعادة الإعمار أو حتى تقديم أو إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، بالإضافة إلى عدم وجود أمن في المناطق التي خرج منها الأهالي والسكان. هناك حالات ثأر عديدة تم رصدها بمواجهة بعض السكان الذين قاموا بالعودة إلى مناطقهم، بالإضافة إلى أن هناك سيطرة لميليشيات مسلحة معينة على بعض المناطق والتي يمنع الأهالي من العودة إليها على الرغم من رغبتهم بذلك. وهذا الأمر يعتبر انتهاك خطير على للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ونجد بمقابل هذه الانتهاكات أن هناك صمتا من قبل الحكومة العراقية، لا يوجد هناك تحرك حتى على المستوى القضائي باتجاه إما حماية هؤلاء الأشخاص أو حتى معاقبة من يتعرض لهم، وانهيار فعليا منظومة القضاء في العراق أيضا زادت وفاقمت هذه الأزمة بشكل جعل هناك عدم ثقة لدى المواطنين أو النازحين باللجوء إلى القضاء من أجل يعني الحصول على حقوقهم أو حتى إنصافهم في هذه المسألة. أعيد بأن موقف القانون الدولي واضح، ويعني لابد من أن يتم أخذ مسألة النزوح بعين الاعتبار وعلى أول الأولويات في العراق. في هذه الحالة أستاذ إيناس، هنا من يتحمل المسؤولية القانونية على إجبار هؤلاء النازحين؟ هل يظل العالم متفرج عليهم وهم يتعرضون إلى التهديد، سواء تهديد الميليشيات بالانتماء لداعش أو حتى أن مدنهم كلها مدمرة ومحطمة مع رصد الأموال الطائلة وعدم محاسبة أي من الفاسدين في الحكومة؟ يعني المسؤولية الأولى تقع على الحكومة العراقية بشكل أساسي بصفتها السلطة الموجودة على الأرض والتي تملك فعليا التحكم سواء في القوى العسكرية الموجودة أو حتى فرض القوانين أو القرارات الملزمة للجهات الموجودة على الأرض. المسؤولية الأولى تقع على الحكومة العراقية، ومن ثم تنتقل إلى المجتمع الدولي في حال تقصير الحكومة العراقية، وهو الأمر الثابت فعليا والذي لم يتم طرحه مع الأسف في المحافل الدولية. ملف النازحين مغيب في المحافل الدولية، عندما نتحدث عن مجلس حقوق الإنسان على سبيل المثال يتم الحديث عن الموضوع، ولكن لا يتم طرح المسألة بجدية ولا يتم أخذ توصيات أو حلول بشكل أكبر. يعني المسألة تراخت ويعني تم إطالة الأمد فيها دون الوصول إلى حلول ودون الوصول إلى نتائج، والشخص أو الأشخاص الذين يقومون بدفع ضريبة هذا التأخر هم فقط النازحين الموجودين في المخيمات. لذلك فالمسؤولية مشتركة، أولا تقع على عاتق الحكومة العراقية ومن ثم المجتمع الدولي، وأيضا يعني أي جهة بإمكانها أن تحل هذه الأزمة أو لها دور في حل هذه الأزمة ولم تقم بحلها، هذه أيضا مسؤولية تقع على عاتقهم في هذا الصدد. نشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيناس زايد، الباحثة والناشطة في حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ شاغوي، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظرك في حال إعادة النازحين بالقوة؟ هل سنشهد أيضا جرائم انتهاكات على مثل ما حصل في الفرحاتية؟ طبعا بلا شك السيناريوهات للأسف سوداوية في حال تطبيق هذا الأمر دون مراعاة الإجراءات الأمنية، دون مراعاة الظروف الخاصة للمواطنين. نحن نتعامل مع ميليشيات أولا خارج عن القانون، ثانيا والأخطر أن هذه الميليشيات لديها حصانة، يعني لا أحد يتجرأ على محاسبتها لأنها تحمي نفسها بحصانة الفتوى المقدسة
الفتوى المقدسة التي حصنت هذه الميليشيات من المعاقبة، وإلى الآن نرى أن رغم الجرائم التي ارتكبت لا يوجد أي محاسبة لهذه الميليشيات. يعني هناك خط أحمر على هذه الميليشيات، لا يستطيع السلطة القضائية والنيابية والتنفيذية وأي شخص لا يستطيع أن يحاسب هذه الميليشيات. إذن أنت تتعامل مع هذه الفرق التي تتعهد بشكل واضح ولديها ثارات أيديولوجية وتهدد أيضا المواطنين، في حال عودتهم سوف يتم ذبحهم أو سوف يتم الانتقام منهم أو لن نسمح لهم أو هم أحفاد من ومن ومن، ومن العقد النفسية الكثيرة التي موجودة لدى هذه الميليشيات. ما دام هؤلاء مسيطرون على هذه المناطق فبلا شك أن الحكومة تسلم المواطنين إلى الموت أو تدفعهم إلى الموت، لأنها تدرك أن لا يوجد أي ضمان أو لا يوجد أي سلامة للمواطن في حال عودته إلى هذه المناطق في ظل هذه المجموعة الميليشياوية التي تسيطر على هذه المناطق. وأيضا المشكلة الأخرى، عندما يحصل الجريمة الحكومة كما حصل في الفرحاتية لا تقوم باتخاذ إجراءات وقائية حتى لا يتكرر مستقبلا. هنا المشكلة، هنا الأزمة. يعني يتم ارتكاب الجريمة تأخذ مجراها في الإعلام ليوم أو يومين وبعدها ينتهي الأمر كأنه أصبح شيء عادي، يعني لا يتم ملاحقة هؤلاء وبالتالي هذه الجرائم سوف تستمر. لو افترضنا أن هؤلاء يجب ملاحقتهم، من يقع على عاتقه ملاحقة ثم محاسبة ومساءلة هؤلاء؟ طبعا الحكومة والأجهزة الأمنية التي ترفع شعار مكافحة الإرهاب، نحن لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، ولكن الازدواجية أن حتى جهاز مكافحة الإرهاب لا يصنف كل الجماعات على أنها ما هي معاييره في التصنيف هنا؟ طبعا معاييره هنا مزدوجة، وبالتالي نحن رأينا أن هذه الميليشيات قتلت وقصفت السفارات والمؤسسات الرسمية وداست على صورة رئيس الحكومة وهددت رئيس الحكومة واتهمته بالعمالة وأطلقت طائرات بدون طيار فوق قصره، ورغم ذلك لم يصنف كل هذا بأنه إرهاب. لماذا؟ كما قلنا أن لديها حصانة وأن القوات مكافحة الإرهاب والشرطة والجيش لا أحد يستطيع أو يتجرأ على التعامل مع هذه الميليشيات كأنها جماعات إرهابية. رغم إذا نظرنا إلى قوانين العراقية من قانون العقوبات العراقي أو قانون أربعة، المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، نرى أن الصفات أو التي يعتبرها هذا القانون إرهابية موجودة في هذه الجماعة، في هذه الميليشيات. جميع التصرفات يزعزعون الأمن والاستقرار بغرض إرهابي ويرتكبون جرائم إرهابية، رغم ذلك رغم أن أفعالهم كلها تعتبر إرهابية وفق القانون العراقي، ولكن لا يتم التعامل معهم كأنهم جماعة طيب. إرهابية. نأتي إلى نقطة مهمة طبعا جدا، الكثير من بعض المحللين يقولون بأن المجتمع الدولي يعني مجتمع منافق بحسب وصفهم، لأنه يتعامل مع الملف العراقي وخصوصا ملف النازحين بهذه الفوقية ويغض الطرف عن موضوع الازدواجية. ولكن هناك أمر آخر، في من جهة أخرى نرى أن هناك حراكا في العراق وهناك ثورة موجودة ضد الحكومات المتعاقبة بسبب الفساد وبسبب الوضع الإنساني والأمني السيء في العراق وبسبب ما جرى ويجري. ألا ترى ثمة ربط ربما ما بين يعني محاولة إغلاق المخيمات الآن خلال هذه المرحلة وتشجيع المجتمع الدولي أو غض الطرف من قبل المجتمع الدولي على هذه الخطوة، وما بين ما يجري من فوضى داخل المحافظات الجنوبية بسبب قمع ثورة سلمية؟ للأسف هناك ملاحظات كثيرة على دور المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة وممثلتها في العراق التي هنا للتوضيح أكثر، يعني البعض يرى بأن هذه المخيمات ربما يراد تهيئتها من أجل مرحلة مستقبلية. لا يمكن استبعاد شيء في ظل هذه الظروف التي نراها، ولكن كما قلت أن الدور للأسف دور المنظمة الأمم المتحدة وخاصة ممثلتها في العراق دور ليس إيجابي وليس في صالح الشعب العراقي. نحن نراها أحيانا تلتقي بقادة الميليشيات المتورطين في دماء العراقيين، وأيضا تقوم بوساطات بين الأطراف العراقية، يعني كما رأينا في الفترة الأخيرة وهدنة الكاتيوشا لعدم إطلاق الكاتيوشا على السفارة الأمريكية، هي تدخلت وكانت تتحدث وتتفاوض مع قادة الميليشيات بدل أن
تجلس مع الشعب أو توصل معاناة هذا الشعب أصبح انخرطت في العملية السياسية وكأنها جزء من هذه العملية الموجودة، وبالتالي دور هذه المنظمات للأسف ولا أدري لماذا نراها أنها دور سلبي تجاه هذه القضايا، ودور يحاول أن يغطي على موضوع حقوق الإنسان وأيضا يحاول أن يوافق بين مصالحه، قد يكون لديه مصالح ارتبطت بالسياسيين الموجودين في العراق، وبالتالي لن يكترثوا لمصلحة المواطن العراقي ولكن يهتمون بمصالحهم الشخصية أو مصالحهم كمنظمات موجودة داخل العراق، رغم أنهم وكعادتهم ينددون ويعبرون عن القلق، ولكن عمليا لا يقدمون أي شيء يذكر على أرض الواقع، وخاصة في ظل هذه الأزمات. وكما قالوا أن هذه المنظمات عندما تنهار بيتك يعطونك خيمة وبعدها يتركوك ولا يستمرون في متابعة الأمر إلى أين تذهب، على الرغم من أنه الدور المطلوب عليهم هو دور أكبر، وهو دور أن يكون هناك ضغط على العقل على الحكومة العراقية حتى تخشى من هذه المنظمات وتقوم بتنفيذ واجباتها التي تحدثنا عنها في هذه المناطق حتى يتم ضمان عودة المواطن إلى مناطقهم. هذا الدور لم تقم به إلى الآن هذه المنظمات للأسف، بل دورها سلبي. وأيضا المواطن العراقي في الفترة الأخيرة عندما شن حملة ضد ممثلة الأمم المتحدة في العراق أدرك أن دورها أصبح سلبيا وليس في صالح المواطنين العراقيين بعد التحركات الأخيرة التي قامت بها داخل الساحة السياسية العراقية، وبالتالي لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المنظمات للأسف في الوقت الحالي. السياسة هي من تتحكم بالملف الإنساني. عندما نتحدث عن موضوع النازحين في العراق وما يجري فيه، استمعت إلى ما تحدثت به الأستاذة إيناس قبل قليل بأن الحكومة في العراق تتحمل مسؤولية ما يجري ومسؤولية إجبار النازحين على العودة إلى مناطق لم تهيئ لها الظروف الأمنية وظروف السلامة. هنا يعني إذا كان النظام في العراق هو نظام برعاية أمريكية منذ عام 2003 وحتى الآن، وهذه الحكومات هي برعاية إيرانية أيضا، كيف يمكن للملف الإنساني أن يتحرر من سيطرة السياسة في العراق تحديدا؟ أنا أؤكد هذا الكلام الذي ذكرته الأستاذ إيناس، والأخطر نحن نتعامل في العراق مع تجار أزمات وليس رجال دولة. تجار الأزمات هم من يستغلون كل أزمة لتحقيق منافع حزبية وشخصية وسياسية بغض النظر عن المأساة التي تتحقق أو التداعيات الخطيرة أو الأضرار التي تلحق بها المواطنين، سواء في موضوع النازحين، في موضوع داعش، وحتى في كورونا. يستغلون كل أزمة لصالح تحقيق المنافع الشخصية، أي لصالح تحقيق مكاسب سياسية بغض النظر عن الأضرار التي تلحق بالمواطن أو المجتمع العراقي. وبالتالي في هذه الأزمة وفي الأزمات اللاحقة وفي الأزمات التي سوف تأتي أو مررنا عليها، نحن رأينا أنهم ليسوا رجال دولة بل مجرد تجار أزمات يحاولون استغلال أي فرصة لكسب الدعم الدولي، لجلب المساعدات وأخذ هذه المساعدات، واستغلال هذه الأزمة للإثراء الأكثر وحصول على مكاسب أكبر دون النظر إلى مصالح المواطنين أو دون النظر إلى مصالح الوطن لإعماره لبنائه لتحقيق مصالح المواطنين. لا ينظر إلى هذا الأمر بتاتا، بل همهم الأول هو المصالح الآنية وزيادة ثرواتهم. شكرا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث السياسي، والشكر موصول أيضا للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا إيناس قائد من عمان، والشكر موصول أيضا للأستاذة إيناس زايد الباحثة والناشطة في حقوق الإنسان، كانت معنا من عمان عبر الهاتف. في الختام مشاهدين الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.